قبل لا نسحب على الكومنت حق الصورة اللي أمس ونشوف الخيار وقع على مين، خلونا نشوف ظرف الشباب. هذا الظرف يقول إقامة 3 ليالي في برج الساعة في 10 الأواخر. قايل لكم شيء ينفعك في دنياك وآخرتك. شغل لحي الغامة الشباب. المجموعة الثانية، قيمة رسوم دراسة ابنك لمدة عام في مدرسة خاصة. يا سلام العلم، قرب علينا، قرب زين عندنا كشخة عيد الفطر بقيمة 10,000 ريال من أي براند تختار. يا سلام، خليك تطلع دكة في العيد. تيجي تخيل آخر وقت قفل آخر شيء في رمضان. السلام عليكم. سلام. شلونك اللحية الغانمة؟ الله يسلمك، والله بخير الحمد لله، طيبين. الاسم الكريم ومن وين؟ معك سامي عبيد المالكي. نعم. نعم. من الغربية. نعم. من الغربية. من وين في الغربية يا سامي؟ في مكة. طيب، يلي ساكن مكة، انت جاوبت معانا سلمك الله وقلت كوريا الجنوبية واتصلنا عليك والله والخيار وقع عليك. الآن عندك 3 ظروف تختار الظرف. أكيد أنك تابعت الحلقة يا سامي اللي أمس. اي نعم. طيب تختار مجموعة مين؟ مجموعة ابو شوك ورمزي وابو حشر وابو ترف، ولا مجموعة ابو عتيبة وعبد القادر وغازي المطيري ومخلد سهل، ولا مجموعة ولد العماه وطانون وابن مشيب وابو خالد؟ ترى كلها ظروف. اسمع يا سامي، ترى كلها ظروف مسكتة، بس ناقصك الحظ. طيب مجموعة ابو حشر. تختار مجموعة ابو حشر اكيد. ايه نتوكل على الله. الله بتكشخ ليلة العيد مجانا. النعمة يا ولد عمي. اي والله. اي والله، انا بندق انا وياك في الكبسة لنعيم من الله خير. ثم اللي يبون البرست. عشان ما جازي. داور. تعال جازي. داور يا ابو الجاز. ناقصكم احد. لا 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 لا. عم تطلق وجهنا. ها. البرست اللي طلبتوه طيب. معادنا باب، كبسة فنانة. هذه حمزة. في رجيل انتم تاكلون في بطون ولا في غير بطون. تعال ابو ربيع. والله محزن من الله. اقلط علينا جاي. كيف بطونهم وش؟ اللي ياكلون هنا وياكلون هنا. حنا اخترنا من مغرب كبسة، هذه كبستنا عاد. ها تبى وش انت؟ تعال بس. تعال شاف التصوير وقف. تعال تبى حقه؟ لا والله. تعال. هلا يا بندر، والله تجي تحافظ على يلا. تعال بندر.